هو خلاص كلكم بقيتوا تجار ذهب؟ لا، وبقيتوا تشتروا سبائك كمان، بقيتوا تجار سبائك، عاملين لكم سبيكة جرام واتنين جرام وخمسة جرام، خلاص كلكم بقيتوا هايجين على الذهب؟ يعني هتعملوا ايه بالذهب ده؟ وايه لو انت كنت اشتريت بفلوسك ذهب من 3 سنين دي؟ ما انت بقالك 3 سنين بتاكل وبتشرب، وممكن تكون شاري عربية او بنيت بيت او اشتريت شقة. هو خلاص الحياة وقفت على الذهب؟ انتوا عارفين باللي انتوا بتعملوه ده بتزودوا سعر الذهب اضعاف، يعني ممكن يبقى اعلى من السعر العالمي وانتوا مش واخدين بالكم. انتوا متخيلين انتوا بتعملوه؟ الكارثة اللي انتوا بتعملوها. انتوا لو الذهب تمنه الحقيقة 2000، انتوا بتوصلوا 3000 و3100 و3200 بسبب اللي انتوا بتعملوه. ما يبقى عندكم طلب كتير على الحاجة، بتبص تلاقيها زادت لوحدها، حتى لو طماطم، حتى لو بتشتروا خضار، حاجات بتزيد طول ما الطلب عليها زايد. يعني سعر الذهب الحقيقي 2200، النهارده هو بقى 2550، لما وصل 3000 في ناس عبيطة اشترت دلوقتي خسرانة في الذهب اللي معاها. يعني اعرف ناس اشترت جنيهات ذهب وسبائك خسرانين فيها، الجرام خسران معاهم مثلا 500 600 جنيه. طب ليه الثقافة دي؟ ليه؟ على فكرة ان السنة اللي فاتت لو واحد معاه عربية ب 500 الف كان شاريها جديدة ب 500 الف واستعملها سنة، النهاردة هيباعها فوق المليون. يعني احسن من الذهب. على فكرة الذهب مش كل حاجة، بطلوا تعملوا نفسكم تجار ذهب. واحد يقول لك ايه، اشتري مستعمل احسن، اشتري سبائك احسن. وانتوا ايه اللي عرفكم ان السبائك دي اصلا مش مضروبة؟ على فكرة السبائك دي ممكن تطلع مضروبة، لان في مغفلين كتير. يعني في ناس تجار ذهب ما يعرفوش اصلا يفرزوا الذهب ولا يطلعوه الذهب الحقيقي من الفلس. اه والله العظيم. ليه؟ ما في ناس لسه شغاله الشغلانه دي من سنه واتنين، واحد جاب شويه ذهب حطهم في محل، فكر نفسه تاجر ذهب لمجرد ان الحاجه سعرها بيزيد مش اكتر. اعقلوا الدنيا كده وشوفوا هتعملوا ايه بالفلوس ينفعكم. اه ما تخلوهاش فلوس، حولوها لحاجات، بس شوفوا انتوا عايزين ايه واشتروه، عايزين ايه واعملوه، الحقوا اعملوه دلوقتي احسن ما تعملوه بكره. بس شكرا.